بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله على قتيلا العبرات، يا أسيرا الكرباء، ألا فاستغن بالذكر الحميد، عن الدنيا فدا عين الخلود، فريدا إلا كان النصر حلفا للفريد. أجايا على حلق وإعزاز العبيد، أجل طبع الزمان لهم حسودا، وهم كانوا قد عينا الحسود. وقالوا لم يغسى شبل طه، ألم يك غسله فيض الوريد. وإماما وحسينا، وقالوا لم يكفى والسوى في نسج بده ضافية البرود، وقالوا لم يقلب والعادي تقلبه على وجه الصعيد. يا حسين
كانت الجيات تقلبه على وجه الصعيد. حين نادى اللعين عمر بن سعد: يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري ورضي ضروع الحسين. هاي ما وحب وجدانك هاي القضية وهاي بناته وأولاده. إذا يا أمان لما فالرمح رأسه لا يزيد نداها من فقير الله يرعاك صبري يزيد نفس اللي أمري صبري خويا راسي على راسي نروح هل رايح وياك صبري خويا على الذي لازم أن تشوفي تحجو يا زينب ويا الرأس الشريف حاشا للذبح أن يحجز الحسين عن أختي زينب سلام الله عليه. شي قل لها وهي شجاب تقل لأخو يا رأسك على رأس الرمح نايم نوم العافية اللي ما مر على زينب غافية. ما نمت البارحة اخوي انا الا كله اتفكر ايش راح يصير بيوم بين هاي وذيج اركض حافية خويا ورد السوالف لك سوالف فاقدات. صار بكم زينب وانا اشوف الموقف تقل لاخويا تنشدني مرتاحة لا ما مرتاحة خويا بين راسك حاير حاير اخويا نساء اطفال ايتام كفالة ثقيلة او ذباحة الصاط ايوه ويلا الصاط راسك عالرمح ما لاحة لو عمتوني اخويا وعذب قلوب البنات يا ابنهم. إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. جاء في زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام على لسان الصادق من أهل البيت وكلهم الصادقون والوافد إليك يبتغي كمال المنزلة وثبات القدم في الهجرة إليك. هذه الزيارة مخصوصة في كتب الزيارات حول الكلام الوارد عن المعصوم وهو معصوم عن الخطأ حين يقول
مولانا الإمام الصادق عليه السلام في قضية زيارة الإمام الحسين يقول والوافد إليك، يعني الذاهب إليك بروحه وبدنه، مو فقط يفد بروحه بدنه، والوافد إليك يبتغي شنو مراده؟ كمال المنزلة وثبات القدم في الهجرة إليك. هاي عدلة وضعها، هذا بلا مقدمة عقائدية تصل إلى بنا إلى محور مهم من محاور فهم هذا الموضوع الذي أسسنا له الليلة الماضية. أبو سفيان في زمن الثالث عند كلام ويا بني أمية، من وصلت إلى أمية بعدما انتهت من تيم وعدي، قال لهم تلاقفوها بنو أمية، تلاقف الصبية للكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ولا نار. هذا الأساس الأول للمؤامرة. وإنما فما ديس صدر الصبط إلا لأنهم رأوا فيه أضلاعا لفاطمة الزهراء، وما حرقوا تلك الخيام إلا لأنهم رأوا أنها كانت لفاطمة خضرا. يعني هذا الأساس، هذا الصراع منتهي لو ما منتهي إلى يومنا هذا؟ بناء على هذا ما منتهي. الدين لولاك يا ابن محمد كرة تلاقفها تقاذفها يد الصبيان، لولاك ما قلنا ولا قال قائل لمالك يوم الدين إياك نعبد. يعني القضية كأنه أكو أسس للرذيلة وأسس للفضيلة، خط الفضيلة الصاعد من يتصارع وياه يتعاكس وياه، خط الرذيلة النازل. هذا خلي بالك مقدمة مهم جدا نعرف من خلالها نصل إلى قضايا وآفاق تنفتح أمامك قرآنية عقائدية. اللي يتكلم في قضية الإمام الحسين وما عنده دراية بالقرآن، والقرآن يريد لمتخصص يوضح معاني، له أبعاد، ظاهره أنيق باطنه عميق، لا تفنى غرائبه لا تنتهي عجائبه، ولا تكتشف الظلمات إلا بالقرآن. خلينا نجي للقرآن شلون يناقش هاي القضية. بني إسرائيل نزل عليهم آيات هواية بالقرآن، ولكن هذه الآيات لها مصادق بعد بني إسرائيل. خلينا نجي نشوف الاختيار الإلهي. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. بعد شي يريدون، ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. خلينا نشوف قصة طالوت شنو نفهمها من خلال تفسير الأمثل في كتاب المنزل لهذا العلامة الجليل وهذا العالم الرباني الشيخ ناصر مكارم شيرازي في تفسير الأمثل أكثر من 20 جزء. شو يقول هاي جزء؟ طالوت من ذرية بنيامين من أولاد يعقوب، لاوي ذريته كلهم أنبياء، ويوسف ذريته كلهم ملوك، بنيامين فقط من ذريته هذا الملك. بس شلون صارت الاختيار اللي الله شوفه، شلون المقادير اللي تقدر من قبل الحق تبارك وتعالى والذي هو مهيمن على كل شيء في هذه الدنيا ونسلم له تسليما مطلقا في قضية الاختيار. انظر ماذا جرى. الملك النبي كان في زمنه صاموئيل وأشموئيل في رواية اسمه، بني إسرائيل قالوا لجالوت أذانا في كنعان، بطش بنا، فعل ما فعل، ادعونا واحد يجينا قائد يقودنا. فنزل الوحي سلام الله عليه على هذا النبي. الوحي هسه خلينا نفكك هاي المفردة، مفردة الوحي. الوحي تارة يكون مباشر كلام، ولكن كلام الله سبحانه وتعالى إذا قلت مباشر كلامه فجسد كأنه الكلام إلى صورة،
ولكن يخلق الله سبحانه وتعالى أصوات من خلال موجات صوتية أو بالإيحاء. وأوحينا إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى، هذا الوحي يخلق أصوات في الأجواء اللي بيها النبي ويفهم على شكل كأنه مخلوق غير الله سبحانه وتعالى، هذا الصوت غير صوت الله. هاي على مود هاي الجزئية تكون، لن نكون من المجسم على مود نوصل إلى نتيجة علمية بنقاش الوحي. زين، قال له هاي عصا، الزم هاي العصا، أي واحد يطلع طوله بطول هاي العصا فهو الملك. قاس على كل الناس، ما طلعت بقدر طويلة قصيرة قصيرة طويلة. هذه قضية وين تودينا؟ هاي المقدمة تودينا إلى قضية إذعان الإنسان للمرشد والمرسل الإلهي. إلى أن في يوم من الأيام عنده دابة ضاعت طالوت، ضاع، هو عايش في مناطق بعيدة، أجا يبحث عنها وين؟ في منطقة هذا النبي، شاف عليه سيماء الصالحين وشاف من المهتدين، قال له أنا عندي دابة ضالة، شوف المقادير، تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير. شو ما يدبر الإنسان؟ حتف يكون في تدبير النوبات، فالمقادير اللي الله يقدرها، اللي الإنسان يقدرها لا خطأ يطلع بيها، لابد أنه نستسلم، نستسلم لهذا الأمر. ولكن الإنسان خلق غير مجبر، وإنما مفوض بأنه يختار اللي يريده الله سبحانه وتعالى من خلال اختياره. هسه أنا هذا الأمر يوديني للبارحة، شو ألفت لك؟ قاس عليه العصا طلعت بقدر، قال له هذا النبي، قالوا له هذا هذا لا عنده أموال، رجل راعي بالصحراء، شلون يصير هالشيء؟ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، نوبات الابتلاء شو يصير؟ نهر شربة ماء، فمن شرب منه فليس مني، الشرب منه شنو؟ حرام، ومن لم يطعمه أصلا ما يشرب منه فإنه مني. أسألني فكرك أريد يروح الكربلاء إلا من اغترف غرفة بيده. أسألك بالله مصداقها إلا من اغترف غرفة بيده مو على العباس سلام الله عليه؟ هذا العباس هاي الغرفة رمى الماء على الماء. هاي المصادق. فلما فصل طالوت بالجنود بالأخير شو يقول؟ وقال الذين ظنوا أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، يعني النصر بيد من؟ بيد الله. فالإمام الحسين عليه السلام من طلع من مكة إلى العراق، أكو أساس لتمييز المجتمع الكوفي لو ماكو؟ أسأل سؤال، أنا دائما أتعود في مجالس عاشوراء يكون كلامي مباحثة ويا الجالسين، ما ألغي العقول، إن شاء الله العقول محترمة والكل لها مقامها المحترم المكرم إن شاء الله. مثلا ليش اختار الإمام حسين كوفة؟ ليش مو اليمن؟ ليش مو مصر؟ ليش مو غير مكان؟ هاي أمصار كثيرة، دول عربية كثيرة كانت إسلامية، ليش الكوفة بالذات؟ أنطيك العلل والأسباب كما يعرج عليها العلامة الريشهري في كتابه الصحيح في مقتل الحسين عليه السلام، يروح على بعض القضايا الخرافية يضربها عرض الجدار ويوضح لك آفاق لطيفة جدا علمية أمامك هذا العالم. شنو؟ أولا ارتفاع المستوى الثقافي لدى شريحة من أهل الكوفة. إذا الإمام الحسين قضيته قضية جهل وثقافة ثقافية، ارتفاع المستوى الثقافي لدى شريحة من أهل الكوفة، هذا واحد. بعد شفتنا فرصة الإمام، التناقض بين الكوفة والشام بعدما كانت الكوفة مصدر للقرارات في الدولة الإسلامية وانتقلت إلى الشام، فأحس أهل الكوفيون على حين غرة بالغبن. ثلاثة، أكثر محبي أهل البيت بالكوفة. سأقول شو قاتلوا؟ اسمع مني عمي، خلي نناقش التاريخ نقاش علمي واقعي
وحقيقي بعيد عن المجاملات والمحاضرات. معاوية الثوري من سنة 52 إلى سنة 60 للهجرة هجر 25,000 نسمة من الكوفة إلى الشام. جاب مكانه، جاب من بخارى، جاب من المجففة، كتيبة المجففة من الشام، جاب الكتيبة اليمانية وجاب الكتيبة المصرية، واعتمد على الكوفة بما فيه المكون هذا الغير غير متجانس، اعتمد على الخوارج بقيادة شبث بن ربعي. شوف عدوك شلون يشتغل، شبث بن ربعي وعزرة بن قيس الأحمسي على اليهود والنصارى. هذا المكون هيأ لضرب حقيقة القرآن وحقيقة الإمام الترجمان للقرآن. شفت شي يسوي عدوك؟ فالذي يفد بفكره وين يروح؟ يروح القرآن، يراجع، يطلع على القرآن، يقرأ هاي الآية. القرآن كل الحاجات الجسدية والنفسية ملبيها، ولكن للمتدبر بالقرآن تذل أمامه كل الأمور. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يتذكر إلا أولو الألباب. عقول. اثنين، إن في قصصهم لعبرة لمن؟ لأولي الألباب. ساعدني على مود لا يكون القضية بيني وبينك مباحثة. ثلاثة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إلى أن تجي بسورة الزمر الآيات الأخيرة بيها نهايتها لعلهم يتفكرون، لعلهم للعالمين، لعلهم يسمعون، لعلهم يعقلون. من خروج الإنسان من خلق من التراب وإلى بعث مرة ثانية إلى الآخرة كل تفكر وعلم وسماع وتعقل في قضية القرآن. تفصل القرآن عن الرسول؟ موجود بالقرآن. هسه تقول لي أنا ما أحتاج الرسول إذا موجود القرآن، ماكو داعي بعد أنا أفكر في أمر هو مفسر ومبرمج. اسمع القرآن شو يقول: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ويريدون ذلك سبيلا. شو يقول عليهم القرآن؟ أولئك هم الكافرون حقا. كفر، هذا كفر اللي فرق بين الله ورسوله. فإذا واحد عرف ثبات القدم وكمال المنزل في الهجرة إلى الحسين فقط بلا قرآن وعلم فقط، وإذا قال القرآن وأهل البيت إلى الحسين ذاك الوقت يكون قضيته مبرمجة صحيحة، ما يكون في مهب الريح. كما أقص عليك هذه القصة اللطيفة جدا ومصادقها موجودة بالتاريخ. أجا رجل يا معاوية، سلام عليكم. عليكم السلام. شتم علي، قال له صاحب البيت المال، قال لطيه 5,000 دينار. مرة ثانية شتم علي، قال له روح البيت المال طلع له 5,000 عاد. شوف التاريخ ايش يفرز، ايش قال تكون لازم تأمن على روحك وهم توقع بالفتنة. فتنة، فتنة. أسد خطور خير من سلطان ظلوم، وسلطان ظلوم خير من فتن تدوم. خاف نوقع بهاي المشكلة، جربانا لازم ننتبه. قضية مو مظاهرات، ولا قضية أنه قدام العالم أنا حسيني، ولا قضية، لا، قضية المحك. الإنسان إذا صار على المحك يبين ذاك الوقت معدن الحقيقي. هسه هذا الرجل لعابة يسير أمام المادة ويا من قدام خليفة الله وصي رسول الله صلى الله عليه وآله يشتم. واحد قاعد بصف معاوية قال له 60 سنة أنا صار لي أشتم علي بن أبو طالب، شو تطيني بس 600 درهم راتب؟
قال له هذا باعني دينه. انت دين ما عندك، هذا دين اشتريته بألف دينار، انت دين ما عندك. انا شو منك؟ بعد اخرى، امرأة اكرمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طريق الصحراء، قال اذا تجين للمدينة اكرمك. اجت المدينة، ايش قال لها النبي؟ شوف الانسان لازم يكون ثابت القدم، ثابت القدم في هذه القضية. قال اذا انطيك 80 رأس من الظأن لو جنة عرضها السماوات والأرض. قالت تطيني 80 رأس أنا جنة شو اللي بيها؟ فالإنسان في قضية الإمام الحسين يجب أن يكون ثابت القدم. والليلة القادمة أواعدك أسولف لك على قضية الغرب شلون بنوا بلدانهم بسبب الحزم وترك التسويف. شو يقول علي بن أبي طالب عليه السلام؟ الحزم يورث السرور والتسويف يورث الندامة والفشل. السوى العدو حول العواطف إلى قناعات. ويا من قرآن عندك، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة للمؤمنين. وأنزلنا عليكم كتابا مباركا فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هذا القرآن قدامك، القرآن التدويني ما نفع، جاب لك قرآن تكويني ناطق، والثانية ما صمدا إلى يومنا هذا إلا القليل. إلا القليل شو وقت؟ في زمن يكون الإنسان على المحك. خل أسولف لك قصة من تاريخ مسلم بن عقيل وشنو اللي صار بالكوفة لطلاب الدنيا. هاني بن عروة ألقي القبض عليه في قصر الإمارة، أخذه مذحج. منو قائدها؟ عامر بن الحجاج الزبيدي. تقلد بسيفه ولبس لعمة حربه ومشى للقتال، ولكن النية شنو؟ النية وين؟ لله؟ لا، للقبيلة. مذحجي وقف قدام قصر الإمارة ب400 سيف، طلع شريح القاضي قال له صاحبكم بخير وكل شيء ما بيه، وهاي 3 بدر دنانير ذهب ارجع. قال صاحبنا ما بي شيء، قضية قبيلة العشيرة ما بي شيء، صاحبنا ماكو دماء ماكو قتل. قال خلاص رجع، قضية مو عقائدية، تعال ارجع للمسلم العقيل. هذا التمييز وهذا التمحيص. فلذلك الإمام الحسين يوم العاشر سلام الله عليه كان يردد هاي الآية، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هاي الدنيا فاصل، وقت وقت البلاء، وقت البحث. راح مسلم العقيل ويا منه 4 أرباع من الكوفة، 18,000 مؤيد، 4 أرباع كل ربع 1,000. دز على عمر ابن عبيد الله بن عزيز الكندي قال له أنت على الخيل وعليك بكندة وربيعة. تفضل. ترى عبيد الله بن زياد 20 واحد يمه بالقصر ماكو أحد. والله اسمعها بتدبر هاي السالفة. دز على مسلم من عوسجة وقاعدين بديوانه، قال له مسلم أنت عليك بمذحج وأسد، وهاي 1,000 خيالة 1,000 رجالة وأنت عليها. دز على أبو ثمامة الصائدي، هذول اثنينهم التحقوا بركب الحسين بالبصر عليه السلام بعد ما ألقي القبض على مسلم في معركة ضروس في الكوفة، حرب الشوارع ويا أمه كلها طت كلام. هسه ما يبين باكر، قال له يا أبو ثمامة أنت على ربعي همدان وتميم، أشاعر علي اعتماد قبائل بها أشاوس أبطال رجال 3,000،
دز على العباس بن جعد الجدلي قال له أنت على ربع المدينة وأنت عليها. يصر أربعتين وكو قدام القصر. رؤساء القبائل اللي واقفين يم مسلم بالله أرجوك هاي خليها هيك مكتوبة بذهنك دائما، اطرقها بينك وبين نفسك. شوف الإمام الحسين بشلون أمه ابتلاء ما تميز، أمه ما تعرف وين الصح وين الخطأ. بالوقت الحاضر موجود؟ موجود. كل زمان الإمام الحسين إلى وجود. إذا قلت الإمام الحسين ما إلى وجود بكل زمان ظلمته وحقه تجاوزت عليه. كل زمان يصيح هل من مغيث يغيثنا. يريد لها عقل وسمع يسمع ونظر ثاقب. شوف العشائر اكو باب ورا القصر كأنه خلف القصر، باب يسمونه باب الروميين، قام يتسللون. مسلم بن عقيل غفل عن سد هذه الباب. صعدوا العبيد الله بن زياد لبيك مولاي الحكم لله لا لعلي، انت علينا حاكم احنا المسلم ما لنا علاقه. صعدوا على شرفات القبر ما اكتفوا بهذا التخاذل، على شرفات القبر شاكوا واحد تحت شرفة القبر من قبائلهم يا آل مذحج يا آل أسد يا بني همدان يا تميم يا ربيعة يا كندة رجعوا ما لكم علاقة، ترى جيش الشام جاي. شي سيئ مسلم العقل ويا هذا واحد ما التفت شاف 300 يتمشى رجع من القتال شاف 9 وصل للمسجد وحد يفتر بشوارع الكوفة شاف نفسه بس امرأة تأوي. بالله أسألك بالله هاي الصف اللي ما صفي مو هاي الدنيا اللي غدرت بها البيت؟ ليش نكون مصادق إلها؟ إخواني القرآن صريح يقول وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لا تتنازع على سالفة ما تسوى، على قضية ما لك علاقة بيها لا تحكيها يا عمي، أكو قضايا دقيق كن بيها بالكلام. فلذلك الإمام الحسين عليه السلام شخص العلماء، شخص الزهاد، شخص العباد، وشخص المجاهدين. ايش قال؟ الله سبحانه وتعالى خلق الجنة ليدخل فيها 4: عالم وزاهد وعابد ومجاهد. فإذا صدق العالم بعلمه رزقه الحكمة، وإذا صدق الزاهد بزهده رزقه الأمن، وإذا صدق العابد بعبادته رزقه الخوف، وإذا صدق المجاهد بجهاده رزقه الثناء. فالعلماء 3 تكملة لهذا الكلام، العلماء 3 احنا مشمولين بيعلم بعلم الاختلاف في هذه الدنيا كما نراه في الأنبياء. يوسف صراع بين العفة والشهوة، يعقوب صراع بين الاشتياق والصبر، أيوب الصبر، زكريا استجابة الدعاء، سليمان تسخير الموجودات، إلى داود بالحكم. فهذا الصراع إذا ما كنت أهلا له توقع في مطبات. شنو دور العلماء؟ اسمع مني هذا الكلام ونروح للمصيبة وأسألك الدعاء. عالم بأمر الله غير عالم، عالم بالله غير عالم بأمر الله، يعرف الله ويعبد وكذا ولكن يدور له على مسألة إذا كانت تصطدم به يروح يدور على مدركاته ومخرجاته، بس هاي شغله ويا الله بس بهاي الجزئية. بالحاج يروح يحج يسأل على المناسك يعرف الله، بس بالنسبة لأمر الله سبحانه وتعالى ما يعرفه.
وعالم بأمر الله، كل شيء يعرف شبث بن ربعي، فقيه العراق على ميمنة الجيش في معركة الجمل، عالم بأمر الله غير عارف بالله. هل يريد الإمام الحسين منه؟ يريد عالم بالله وعارف بأمر الله. فلذلك زينب سلام الله عليها عندما خرجت من أرض نينوى وشاطئ الفرات، عندما ودعت جثمان أبي عبد الله الحسين وإخوتها في مثل هذا اليوم، ما اشتكت لأحد أبدا، كلامها كان فقط ويا من؟ ويا الأجساد على رمضاء كربلاء. الكلام هالشكل، هذه العارفة بالله وعارفة باختيار وأمر الله. فلذلك أرجعك إلى رواية الزيارة، والوافد إليك يبتغي كمال المنزلة وثبات القدم في الهجرة إليك يا أبا عبد الله. هسه تقريبا وصلنا إلى مقدمة ثانية، الليلة القادمة إن شاء الله أواعدك أن تتعلم من خلال مجلس الحسين المبارك شلون نبني وطن. وطن شلون تبني؟ شنو مسؤوليتك أنت كفرد أمام هذا؟ مو من تراثنا، مو من تراثنا الإمامية، لا، وإنما من تراث الغرب، من دول اللي وصلت هسه الآن إلى ما وصلت إليه. قضية احتمال واصلتك أو ما واصلتك بين توماس أديسون ونيكولاي تيسلر، هذا اللي اخترع التيار المتناوب. شوف شنو عملهم في بناء مجتمع مسيحي بعيد عن الإيمان بالله المطلق، مشرك. هذول يريدون من أمنا أهل البيت هالشكل عمي، يريدون من أمنا شلون عمارة الدنيا. خلقكم من نفس واحدة، فمستقر ومستودع، لا تكون مستودع. يعطيك حاجة وبعد يأخذها من يمك. الإيمان إذا سلب من الإنسان توفيق الله يروح منه، حتى بقضية الطعام والشراب يريد لنا شغل، طريق التعامل مع الشارع، طريق التعامل مع الجار، مع الصديق، مع كل شيء. فالإمام الحسين ما استشهد على موت، ودوخ روحي بقضية أصلا وأطلع من المكان كل شيء ما فعل. تسأل سؤال يقول لك والله ما أدري، أم البنين أم الحسين، وأويلا. طلعت زينب هذه العالمة الغير معلمة، الفهمة الغير مفهمة، فخر المخدرات، عقيدة الطالبيين. فلذلك الشاعر من يوصف الحالة ومن طلعت السبايا من كربلاء يوصفهم وصف جدا رائع، تترك الأجساد على رمضاء كربلاء من بعد هذه التضحيات الجسام، من غير البحر الطمطام من المصائب. أيوة ويلا ويلا. صدى شوية قلل. يقول زينب سلام الله عليها عندما خرجت من كربلاء صار الحكي ويا أخوتها. ولكن زينب يا مولاي على شنو راكبة؟ على ناقة هزيلة، والنياق كأنه مولانا زين العابدين سلام الله عليه يعرف لغة الدواب والموجودات، وسخر كل شيء لأهل البيت سلام الله عليهم. قال لها عم زينب قولي للأطفال ونادي بهم لا يبكون ويصرخون بصوت عال. قالت عم لماذا؟ قال لأني يا عم أسمع النياق، واحدة تقول للآخر، واحدة تقول للأخرى رفقا ببنات رسول الله. شنو هالمصيبة إلهي؟ شنو المر على أهل البيت؟ شلون أقرأ لك مولاي يا زين العابدين؟ وشنو حالك من طلعت؟ وشنو الأمر اللي جرى عليكم الجامعة في رقبتك وخلى اللعناء بها مسامير صغيرة مدببة من الداخل تلامس رقبتك كلما التفت يمينا وشمالا وخزتك المسامير؟
ايوه ويلاه. تعرف شنو المصيبه؟ ما ننقل المصيبه بحذافيرها، لانه اكو ناس من العلماء من يسمعون قضيه السبي يغمى عليه، يغمى عليه عمي، يغمى عليه. تعرف شنو يغمى عليه؟ بعد هاي المصيبه طلعنا من ناحيه العبره، نذهب الى العبره. يا مولاي لنصل اليك بوفودنا، يا رب يا الهي اجعلنا مع الحسين في الدنيا والاخره. ايش قالت له؟ قالت له ودعتك الله يا ذبيح، الماء اشرب ماي عنا يا نور العين، سافرت بيتامي يا مقطع الاوصايا، لا يحصى يا على هوايا يا خويا، ما عوف جسمك يا ابو الروح الحنين، ما عوفك خويا لو يطيح بيدي، ولكن مجبرة اخذونا سبايا من عندكم. اي خويا يا نور عيني، سفرتي صعبة وطويلة، يا نور عيني ناقتي عجبة وزيلة، ما ضال ولا واحد من اخوتي حتى اشتكينا، حتى اشتكينا خويا، بس العلي تشوفه فوق ناقم قيدينا. الله اكبر الله اكبر، هاي المصيبه. بعد يقول زينب هنا في طريق السبا خرجت، مجرى ما جرى على اهل البيت عند الخروج من كربلاء، ولكن بطريق السبا هذا البيت يألم كلش، قام يستفزون زين العابدين وزينب الاعداء، كانوا مبغضين علي بن ابي طالب عليه السلام، يمشون بهذا الركب. واحد واذا بي تقرب لزينب بكلام ناذع مر، قال لها اين كفيلك العباس؟ وين يخلصيك؟ ارسلت النداء للزهراء، قالت يما دنقي انا، دنقي انا يما، نجدة وعلى بفاضل دنقي انا. هي صاح العدو وعباس وين. بعد موقف اخر، واحدة من الاطفال سقطت من على الناقة من البكاء والتعب والعطش، طاحت من الناقة في الطريق فتسمر الرمح الذي عليه رأس أبي عبد الله الحسين وأبي الفضل في الطريق. العدو سأل روح زين العابدين شو شنو الموضوع؟ ليش بقت الرماح ثابتة ما تتحرك؟ ما نقدر نرفعها. تجمع عليه الرجال فما ترفع من مكانها، موجودة في مقاتل الطالبين هذه الرواية. يقول وإذا بزين العابدين قال لهم التفتوا خلف القافلة، وإذا بهم التفتوا رجعوا، وإذا بطفلة سقطت من على ظهر الناقة. شوف ايش قدم لك أبو عبد الله مولاي، تروح هاي التضحيات أدراج الرياح ما تستثمرها. وإذا بزينب سلام الله عليها رجعت، نزلت من على ظهر الناقة بعدما أنيخت الراحلة، شافت امرأة جالسة يم البنت واضعت في حجرها. بعد عرفتها هاي كفيلة السبايا أم السبية هذه الزهراء، اقرأ القضية من وجدانك. خلت البنت في حجرها، قالت لها يا جدة اجيت من
القبر يا جدة وضلعي انشمني ها جدة هلبي وضلعي انشمني يا جدة انجدشني اشهدش اسود والظهر محني ليش يا جدة هيك صاير بيت ايش قالت البنت قالت يا جد الشمر والله حضرني يا جد صميد ارتحام وعلى وجه طقني ايوا ويلاه وحسيناه ومظلومه بعد النداء صار للمدينه بعد القضيه توجهت زينب بعد هذه البلايا الى رسول الله الى بني هاشم الى محمد بن الحنفيه توجهت بعد ليغاد للنجف قالت وين الطعارش اللي يقطع البيادة ويروح الهلي بهمة شديدة وياخذ معصب وشكوى يبيدة يقلهم حسينكم حز وريدة يا ناس هاي النجف ما يبعيد ولزينب نوح بفقد شقيقها وتصيح يا ابن الزاكيات الركعي اليوم أصبر في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات الأدمع إخواني قبل ما نقرأ الدعاء إن شاء الله للبركة وللثواب نوسم الصدور في هذه الأيام وهسه أيام العزاء بعد شهادة أبي عبد الله الحسين على مود يكون نحصل لنا مكان عند مالك الملك يوم القيامة حصل الثواب ونمتلك هوانة ونترك الدنيا وهذا مجلس الحسين الثواب والأجر ثابت به حضور للزهراء أكو إن شاء الله حضور على نياتنا بسم الله الرحمن الرحيم أما الحوائج شفاء المرضى أمان اللهم انصر الإسلام والمسلمين اخذل الكفر والكفار والنواصب والمنافقين سدد وأيد حماة الدين العاملين لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك أشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين في زمن الفتنة والنفاق يا الله اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة إلهي ارحم موتانا عافي مبتلانا لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وترضى عنا أرض عنا إمام زماننا أرض عنا والدينا حيين كانا أم ميتين أيقظنا من رقدة الغفلة والجهالة عافنا من داء الفترة والبطالة ونزه قلوبنا من التعلق بمن هو دونك واجعلنا ممن تحبهم ويحبونك وأذب ظلمة قلوبنا بنور هداك واجعلنا ممن أقبلت عليهم فانصرفوا عمن سواك يا الله إلهي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب المؤسسين لهذا المأتم الشريف في هذه الليالي ليالي الحزن والعزاء تقبل اللهم عملهم بأفضل قبولك يا الله
واجعله لنا ولمشيدي هذه الحسينية المباركة الذين ساهموا ولو بآجرة واحدة يا الله، ولو بعمل وجهد، اللهم اجعله لهم ذخرا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة مع الصلوات.